10 ملايين متر مكعب ما يعادل متوسط الاستهلاك اليومي خلال الأيام العادية، هو ما استهلكه الجزائريون خلال 5 ساعات فقط في أول أيام عيد الأضحى، ضغط أدى إلى تذبذب في التزود بالماء الشروب في بعض المناطق. بعض التذبذبات في بعض ولايات في بعض بلديات من بعض الولايات الوطن على مستوى بعض المناطق وخصوصا منها العليا، وللأسباب التالية، منها نقص منسوب الأبار، بحيث أننا شهدنا انخفاض في منسوب بعض الأبار، نقص المورد المائي خصوصا في المناطق التي شخصت بالمناطق السوداء، انقطاع في بعض الحالات لميكروكوبير التيار الكهربائي، حدوث على مستوى الشبكة بعض الأعطاب وبعض التسربات. في وقت عاشت بعض بلديات العاصمة وتيبازا انقطاعات عشية العيد بسبب عطب بمحطة التحلية لفوكا، أوضحت شركة سيال أن استهلاك الولايتين قد فاق 1,600,000 في ساعات الذروة. لابد أن يعمل المواطن على ترشيد استهلاكه للمياه، فمن الملاحظ أن حجم الاستهلاك قد تجاوز المعايير ب3 مرات حتى خلال الأيام العادية، لذلك لابد على المواطن أن يستغل الماء بطريقة عقلانية للمحافظة عليه كمظهر من مظاهر التضامن بين المواطنين. فالخدمة العمومية تعتمد أيضا على جهود المواطن، إذن لابد أن نتعاون معا لتحسين نوعيتها. 75% من الجزائريين يستفيدون من توزيع دائم للمياه، في حين يبقى 11% يعانون شحا في التزود بالماء الشروب، ليبقى الرهان تحسين الخدمة العمومية في توفير الماء للمواطن.